ان شاء الله قدها، وليه لا، ملك افريقيا، واعتقد انه جاهز بقوه للدفاع عن لقبه. لكن الاهم خليني اتكلم مع حضراتكم شويه عن ماتش المريخ، لانه عندي احساس انه ناس كتير جدا مستسهله المباراه، على الرغم من الفوارق الحقيقه اللي تابعناها من خلال دوري المجموعات في النسخه الحاليه من دوري الابطال، وعلى الرغم حتى من الفوارق في الترتيب وعدد النقاط بين سيمبا وبين المريخ السوداني. انا على عكس كتير من الناس بشوف ماتش المريخ اصعب بكتير من ماتش سيمبا. ليه؟ هقول لحضراتكم ليه. بدايه طبعا الارض، انا الحقيقه بالنسبه لي سيمبا هنا في القاهره يختلف جمله وتفصيلا عن المواجهه اللي بحطها بين قوسين كده استثنائيه، ليها ظروف غريبه، ليها معطيات ما كانتش متوقعه. بشوف ان المباراه دي لو اتعدت 100 مره ما كانش الاهلي هيظهر بالشكل ده، واحتمال كبير جدا كانت النتيجه تبقى مختلفه. لكن سيمبا على القاهره انا شايفها مباراه اسهل بكتير جدا من مواجهه المريخ في السودان. ليه؟ بصرف النظر تاني على الحاله الفنيه وبصرف النظر على الترتيب في المجموعه، انا بشوف ان الماتشات في دول كده وفي ملاعب بعينها لما تلعب فيها بتبقى ماتشات تقيله. السودان بالنسبه لي صعبه، السودان بالنسبه لي ان كانت الحاله الفنيه او ايا كان اسم الفريق المنافس، كان هلال كان مريخ، انا بالنسبه لي ماتشات الاهلي او ماتشات اي فرقه مصريه او ماتشات المنتخب المصري في السودان بتبقى صعبه. عشان كده اتمنى، وان كانت طبعا الحافز النفسي انك انت تحسم التاهل من الجوله قبل الاخيره يضيف لينا ويحسب لينا، واعتقد يكون اضافه للاعيبه النادي الاهلي، لكن اتمنى انه النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وبالتاكيد مستر موسيماني وكابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن سامي قمصان اتكلموا مع اللعيبه في ده، انه المباراه دي مهمه جدا وما هي سهل على الاطلاق. عشان في ناس بتصور انه فوز الاهلي على المريخ عشان النتائج اللي حصلت في دوري المجموعات شبه مضمون، انا بقول لا، المباراه دي صعبه ومحتاجه تركيز كبير جدا ومحتاجه استعداد على اعلى مستوى عشان ان شاء الله باذن الله نبقى جادرين بتحقيق الفوز. الفوز يفرق معانا كتير جدا، واعتقد بنسبه 95 98 نمشيها 99% الاهلي ان شاء الله باذن الله في الادوار المقبله. الاهلي طبعا بيغيب عنه علي معلول، بيغيب عنه حمدي فتحي، الاثنين كانوا من الركائز الاساسيه، واعتقد كمان كهربا كان من الركائز الاساسيه في الفتره الاخيره، لكن الثلاثه بيغيبوا عن المباراه. لكن كالعاده وزي ما تعودنا الاهلي بمن حضر، ورجاله الاهلي ونجومه الكبار سواء اللي كانوا مع منتخب مصر او اللي كانوا مع منتخبنا الاولمبي او اللي كانوا مع منتخبات بلادهم زي بواليا وديانج، وبالاضافه كمان حتى للي لم يتم اختيارهم للقوائم الدوليه، قادرين تماما ان شاء الله باذن الله، وعندنا فرق، مش فرق، عندنا فرقتين تقدر تحسم النتيجه لصالحنا.